الآن النقاش نرحب بضيفنا مباشرة من واشنطن، نرحب بالسيد حسن هاشميان الخبير في الشؤون الإيرانية، أهلا بك معنا في المشهد. إذن في ما يتعلق ربما بالاتهامات الموجهة لإيران الآن بأنها تدعم بشكل مباشر وترعى بشكل مباشر الهجمات الأخيرة من حزب الله على إسرائيل، وربما حتى توجه بشكل مقرب لهذه الهجمات، ماذا تعلق على ذلك؟ نعم، أنا أعتقد هذه الهجمات هي تمهد الرأي العام في الدول الغربية لتوجيه الضربة المحتملة لإيران، وأكثر من ذلك يتحدثون بأن ليس فقط الصواريخ الإيرانية والمسيرات تأتي إلى حزب الله وهناك مساعدة من الأقمار الصناعية، بل القيادة المتعلقة بحزب الله بعد حسن نصر الله الآن أصبحت بيد النظام الإيراني وعناصر من الحرس وفيلق القدس، ولذلك بهذا الموضوع هم يمهدون الآن للرأي العام الغربي في الولايات المتحدة في الدول الأوروبية لموضوع الضربة الاحتمالية. نعم، ربما طالما أنك أشرت إلى مسألة التمهيد الغربي المحتمل هنا، أضيف في هذا الإطار ما نشرته بوليتيكو منذ قليل، هي نقلت عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليمات لمجلس الأمن القومي الأمريكي بالتوضيح أو ربما بضرورة التوضيح لإيران بأن أي محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب ستعتبر بمثابة عمل عسكري وحتى حربي هنا، بالتالي هل يأتي هذا أيضا في إطار التمهيد الذي أشرت إليه ربما هنا؟ نعم، تعرفون أن موضوع الاغتيال لترامب أيضا شخصيات في الولايات المتحدة من مايك بومبيو إلى بولتون، هذه كانت ملفات هامشية ولم يتم التركيز عليها، ولكن الآن في هذا الوضع وفي هذا المرحلة يتم فتح كل هذه الملفات تجاه النظام الإيراني، وهذا واضح والمقصود منه أن الرأي العام يعرف بأن النظام الإيراني ليس فقط وراء الحروب في المنطقة، بل لديه أجندات اغتيالات حتى في الولايات المتحدة وحتى شخصيات في الإدارة الأمريكية السابقة والحالية، ولذلك هذا سيؤثر على الرأي العام الأمريكي، وهذا يعني أن ربما تدخل الولايات المتحدة في الأحداث الجارية وفي الضربة المحتملة سيكون أكبر من المتوقع. أكبر من أي من المتوقع من أي ناحية؟ يعني طالما أن هناك حتى إشارات هنا بأن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية الحالية وأبلغ حتى جو بايدن مباشرة بأن ربما الهدف هنا سيكون عسكريا بحتا. يعني بايدن طبعا دائما يتحدث أو يبحث عن مبرر لسياسته تجاه النظام الإيراني، وطبعا هناك لدينا الشارع، دائما هذا الشارع في الولايات المتحدة كان يتحرك ضد أي حركة في موضوع الحرب، ولكن الآن لم نشهد هذه الحركة في الشارع الأمريكي، لم نشهد هذه المعارضة في الداخل الأمريكي تجاه أي توجه للإدارة الحالية في موضوع الحرب مع النظام الإيراني أو المواجهة المباشرة مع النظام الإيراني، ولذلك هذا تبرير جدا كبير للسيد بايدن أن يتدخل أكثر من ما كان يتدخل عليه في السابق، وأيضا ربما هناك تغيير في السياسات الولايات المتحدة حتى في الاستراتيجية المتخذة أمام النظام الإيراني. يعني نحن نتحدث ويعني ربما أقل من شهر يفصلنا على الانتخابات الأمريكية هنا، وخطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية يزداد يوما بعد يوم، وربما إمكانية دخول واشنطن بشكل مباشر في هذه الحرب يزداد، يعني هل ما نشهده الآن غير مسبوق؟ يعني القضية الأساسية في الولايات المتحدة الحرب مع إيران يدخل لصالح من؟ يدخل لصالح ترامب أو يدخل لصالح بايدن؟ ولذلك هناك الآن تسابق بين الفريقين حول هذه القضية، ولذلك أنا أعتقد أن الأوضاع كلها تسير بأن المواجهة مع النظام الإيراني بعد الأفعال التي ارتكبها وبعد كل المبررات الموجودة الآن في الشارع الأمريكي تتجه أن هناك تبريرات قوية للمواجهة
مع النظام الإيراني ليس فقط من قبل الجمهوريين بل من قبل الديمقراطيين. ولكن ما تعليقك على بعض التحليلات والقراءات التي تقول أن ليست فقط الولايات المتحدة بل حتى أيضا معها إسرائيل بصدد إعداد خليفة ربما خامنئي الآن أو بالأحرى النظام القادم في إيران والذي قد يترأسه رضا بهلوي الابن هنا، وهناك تقارير عدة تكتب حول هذا الموضوع، ألا ترى أن في هذا الموضوع بعض المبالغة؟ يعني النظام الإيراني هو ليس لديه الشرعية في الداخل، لا يوجد هناك شعب يدافع عن النظام الملالي في إيران، ولكن النظام الملالي يحكم من خلال السلاح والقوة والسجون، ولذلك عندما تكون هناك ضربة ضد الحرس الثوري هناك يدخل شلل في هذه القوة الحاكمة في داخل إيران، كما رأينا في الأحداث بعد 1991 في العراق عندما العراق هاجم الكويت وثم طردوه من الكويت، وثم هناك كانت انتفاضة قوية في الجنوب وكل مكان العراق، ولكن طبعا هناك تصالحوا مع صدام لأن لا يريدوا في تلك الآونة لم يريدوا أن هذه الانتفاضة تصل إلى نهايته، ولكن عندما يتم ضرب القواعد الأساسية للقوة في النظام الإيراني طبعا سنشهد هناك انتفاضة عارمة في كل أنحاء إيران، ولكن هل الولايات المتحدة في هذه الحالة وفي هذه المرحلة تتوقف مثلا و تتفق مع النظام الإيراني وتعوف هذه الحالة؟ هذا بعيدا، أنا أعتقد ربما هذا سيكون بداية وعكس عكسي لسقوط هذا النظام. يعني هل نفهم من كلامك أن الولايات المتحدة يمكن أن تدفع نحو ربما الضربة الأولى التي يمكن أن تهز من الداخل السلطة الحاكمة في إيران وتترك بقية المهمة للإيرانيين لإكمال المهمة هنا؟ المهمة هي في بيد الإيرانيين لأن هناك لا توجد قوة أرضية من خلال الأرض تدخل لا أمريكية ولا إسرائيلية ولا آخرين. القوة الأساسية في تغيير على الأرض هي تأتي من المجتمع الإيراني، والمجتمع الإيراني هو أساسا يقوم في هذه الحالة، هو الآن امتعاض شديد، غضب جماهيري شديد ضد هذا النظام وكل سياساته، وأيضا هناك حدثت بعض القناعات في الولايات المتحدة، مثلا قبل أن إسرائيل تضرب القيادة في حزب الله لم كان يتوقع الحاكم الديمقراطي في الولايات المتحدة أن نجاحات إسرائيل تصل إلى هذه الدرجة، ولذلك الآن هناك قناعة بأن ربما التحرك الإسرائيلي في داخل إيران وهم لديهم شبكة مخابراتية وتجسسية وتنفيذية جدا قوية في داخل إيران ربما ستصل إلى الأهداف التي تدفع إلى مثلا إسقاط علي خامنئي إلى جماعاته قيادات في الحرس وإلى ولكن هناك بعض الترجيحات الأخرى التي تقول أن هذه الضربة الإسرائيلية يمكن أن تستهدف فقط الجماعات والأطراف الموالية لإيران في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هنا السؤال، هل خطوة كهذه يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على إيران؟ هذا يرجع إلى المساومة التي ربما تحدث بين النظام الإيراني وبين إسرائيل وبين النظام الإيراني والولايات المتحدة، يعني إذا هناك مساومة والأطراف الواقفة في وجه إيران تحصل على مكاسب كبيرة طبعا هناك كل شيء في السياسة وارد، ولذلك ربما النظام الإيراني يتخلى على موضوعات كبيرة، يتخلى عن نقاط جدا مهمة لصالح إسرائيل لصالح الولايات المتحدة، ربما هذه ستنتهي إلى مساومة بين النظام وبين الأطراف التي تقف في وجهه. وفي سياق الحديث عن المساومة هنا، ما هو الثمن الذي يمكن أن تحصل عليه إيران إذا كانت في المقابل ستتخلى عن الميليشيات التابعة لها في المنطقة؟ أنا أعتقد أهم الهدف للنظام الإيراني هو الاحتفاظ بحزب الله والاحتفاظ بما يسمونه بمحور المقاومة، وربما تتخلى عن حماس وربما تتخلى عن الحوثي وعن الميليشيات العراقية ولكن تحتفظ بحزب الله ومحور المقاومة المبني على وجود حزب الله. ولكن الثمن الذي يمكن أن تحصل عليه مقابل ذلك ما هو؟ أعتقد هذا هو سيكون الثمن، بقاء حزب الله
أمام التخلي عن حماس، تخلي عن الحوثي، تخلي عن الميليشيات الموجودة في الأرض. أقصد يعني من الجانب الغربي، يعني فقط ربما تخلي عن العقوبات، ربما إدخال إيران في الاقتصاد الدولي، يعني ما الذي يمكن أن ننتظره؟ لا هذا غير وارد، هذا كل هذه النقاط متعلقة بالملف النووي. يعني الملف النووي طبعا الآن غير مطروح وغير موجود على الطاولة، ولكن إذا دخلنا في موضوع الملف النووي والتخلي إيران عن الملف النووي، طبعا هذا يرجع إلى موضوع العقوبات ورفع العقوبات أو بعض النقاط، الأموال المجمدة والإفراج عن الأموال المجمدة وإلى آخر. ولكن إذا تم الوصول إلى هذه النقطة بالتحديد، هل تعتبر أن هذا مفيد للإدارة الديمقراطية الأمريكية الحالية بالتحديد أم لا؟ وباختصار لو سمحت. أنا باعتقادي أهم شيء ليفيد الإدارة في الولايات المتحدة ويفيد كل الشعوب في المنطقة هو إزالة النظام الملالي. لا انتخابيا ما أقصده يعني فقط. نعم عفوا. انتخابيا المقصود هنا، يعني هل يمكن، ألا يمكن أن يكون نتائجه عكسية؟ هذا هو المقصود. أنا أعتقد كل شيء في موضوع الانتخابات يأتي على الصورة التي تقول تجنب الخسائر مثل أفغانستان، تجنب حادثة مثل هجوم روسيا على أوكرانيا. يعني بهذه الصورة الولايات المتحدة أو الإدارة الحالية تستطيع أن تكسب. نعم. نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من واشنطن، سيد حسن هاشميان الخبير في الشؤون الإيرانية.